بحق أهل جنين وبحق المواطنين في محافظة جنين. كل ذلك يؤشر بشكل واضح على أن ثقافة الانتقام وثقافة العنصرية وثقافة الجرائم التي تمارس على الأرض بحق أبناء الشعب الفلسطيني هي التي تسود في سلوك جيش الاحتلال. وواضح بأن هناك غطاء سياسيا واضحا من قبل حكومة اليمين المتطرفة للجيش ولكل أجهزة الأمن بأن جنين يجب أن يستمر هذا القمع وهذا الإرهاب بحق أهلها. وكأنهم يقولوا بأن على من على كل مواطن فلسطيني أن لا يرفع صوته حتى، فما بالك في أي مقاومة بأي شكل من الأشكال. يريدوا أن يقتحموا، يريدوا أن يقتلوا، يريدوا أن يمارسوا كل أنواع العنف بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ولكنهم لا يريدوا صوتا مقاوما ولا يريدوا فعلا مقاوما لإجراءاتهم وسلوكهم على الأرض. هذا ما هو واضح وملموس في سلوك جيش الاحتلال وفي إجراءاتهم السياسية وإجراءاتهم الاقتصادية وإجراءاتهم الأمنية، كل ذلك من أجل أن يكسروا إرادة الشعب الفلسطيني ومن أجل أن لا يبقى صوتا مرتفعا في وجههم ولا فعلا مقاوما لأي إجراءات عنصرية وقمعية ودموية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. نعم، يعني سيادة اللواء، أمام كل هذه الإجراءات، يعني كما ذكرت الممنهجة العدوانية على أبناء شعبنا وتحديدا استهداف جنين ومخيمها بإجراءات انتقامية، هل تتصور أو يعني تعتقد أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد بقرار سياسي من حكومة بنت الذي يعني لا يكف أبدا عن التصعيد في مناطق مختلفة سواء في القدس وفي المحافظات المختلفة وتحديدا في منطقة جنين؟ بالتأكيد كل الذي يجري على الأرض في محافظة جنين وفي القدس وبقية محافظات الوطن هو بقرار سياسي ينفذه الجيش. لا يمكن للجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال أن يكون بهذا العنف وبهذا التجاهل للقيم الإنسانية والأخلاقية في أدائه وسلوكه، لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يحصل دون غطاء سياسيا واضحا من قبل رئاسة الحكومة الإسرائيلية ومن قبل قيادة جيش الاحتلال. وهذا واضح وملموس من خلال الإجراءات ومن خلال سلوكهم سواء في جنين وفي القدس تحديدا، كما هو يعني يتصدر الأحداث القدس وجنين، وهذا واضح من خلال السلوك التي تمارسه الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي في القدس وفي محافظة جنين. نعم، عطوفة المحافظ اللواء، شكرا لك على وجودك معنا في هذه التغطية. المجد الخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لكل جرحانا. مشاهدينا، نبدأ وإياكم في هذه الموجة الصباحية إلى حالة الطقس وأسعار العملات، تليها الجولة الإخبارية.